يا اهلا فيكم اصدقائي، كيف حالكم اليوم؟ الموضوع عن الاضاءة الصناعية للنباتات اللي هي بتكون بديل عن الشمس. فبدي اعرف هلا شو الموجات اللي بتحتاجها النباتات وشو الخيارات اللي ممكن استعملها في المنزل. خليكم معي عشان نشوف. مع هلا النباتات كلها بتحتاج للإضاءة، سواء بنسبة قليلة أو مرتفعة أو وسط، لكن كلها بتحتاج الإضاءة، ما في نبات ما بحتاج إضاءة. لهيك أنا بدي أوفر بهالبيت إضاءة تكون نفس تقريبا أشعة الشمس أو نفس التأثير إلها. كيف؟ من خلال إضاءة صناعية زي الليد الهيدلايت، هلا أنا بشرح عنهم الفلورسنت، لكن أنا بدي أحكي لكم شو الموجات اللي بحتاجها النبات، وانتوا لما تروحوا تشتروا الإضاءة لازم تكونوا عارفين شو الموجات اللي بتكون موجودة فيها. فخلينا نشوف يلا. طيب نبدأ باللون الأزرق، وهو اللون الأهم أو الطول الموجي الأهم للنبتة. ليش؟ لأنه تمتصه النبتة من خلال الكلوروفيل، وخلال عملية البناء الضوئي الفوتوسينثيسيز بتحول لطاقة. هلا الأزرق لحاله ما بيشتغل، بده إيش كمان معه؟ الطول الموجي الأحمر. ليش؟ الأحمر بيساعد على تكوين الثمار، الأزهار بعطي النبتة كواليتي أعلى، جودة أعلى. لهيك التنين مع بعض بيشتغلوا، كل واحد لحال ما بيكون له تأثير زي لما يكونوا مع بعض. يا رب تكونوا متسليين معي بهالفيديو، لأنه هيك حسيته شوي جدي أو شوي المعلومات فيه دقيقة، فبدنا نركز شوي، فبدها والله كاس نسكافيه. طيب يا جماعة هلا احنا عندنا UV كمان. UV مهمة للنبات، مع انه هي اشعة شوي تعتبر مضرة، لكن لبعض النباتات مهمة. في كمان عندنا الفيوليت. هلا هاي الاشعة والطول الموجي هاد لحاله برضه كمان ما بيشتغل، بيشتغل اكثر مع الازرق والاحمر، لكن هو شو بيعمل؟ بحسن الرائحة، الطعم، لون النبتة، لون الزهرة. فمشان هيك كتير برضه مهم انه يكون في بالضوء الاشعة الفيوليت البنفسجية. هلا الطول الموجي الاخضر، في رواية بتحكي انه النبات ما بيمتصه، هو بيعكسه، لهيك احنا بنشوف لون النبتة اخضر. وفي رواية اخرى بتحكي انه النبات فيه مستقبلات ضوئية تمتص اللون الاخضر. هلا كمان في عنا اللون الاصفر، يعني النبتة مش كتير بتستخدمه، بس كمان في عنا اللون البرتقالي، النبتة بتستخدمه تقريبا او بتمتصه زي اللون الاحمر. طب هلا بعد ما عرفنا شو الاطوال الموجية اللي بيحتاجها النبات، بدنا نعرف شو الاضاءات اللي متوفرة فيها هاي الاطوال الموجية او هاي الالوان. في عنا اضاءة الليد، في الهيد لايت، في كمان اللايت ايميتنج سيراميك، وفي الفلورسنت بلبس. هلا راح احكي عنهم واحد واحد. نبدأ بأول إضاءة، وهي إضاءة الليد اللايت إيميتينج دايود، وهي من الإضاءات المستخدمة بشكل واسع للنباتات ومعمولة خصيصا للنباتات. هلأ هي بتعطي سطوع عالي وحرارة أقل، نركز على هاي النقطة، سطوع عالي وحرارة أقل، وكمان ممكن تحتوي على الطيف الكامل، وكمان على الأزرق والأحمر لحالهم، أو على الأزرق والأحمر والأبيض. فالأحسن إلي إني أنا أختار الأزرق والأحمر والأبيض عشان الألوان الثانية يكون الطيف عندي كامل للنباتات. طب هلا عنا أكثر من سؤال لازم أسأله لحالي قبل ما أشتري إضاءة الليد. أول إشي، شو النبات اللي أنا بدي أزرعه؟ ثاني إشي، بدي أزرع من البذرة ولا لا؟ وين بدي أحط الضوء؟ بغرفتي ولا بمكان منعزل؟ شو بدي أزرع؟ كم لازم يوصل طول النبتة؟ فمشان هيك بدي أسأل هدول الأسئلة بعدين بدي أجاوب. ليش؟ لأنه يعني مش كل النباتات تحتاج لنفس الأطوال الموجية، مش كلها بتحتاج لنفس شدة الإضاءة، في منها بحتاج إضاءة سطوع مع حرارة. هلا إضاءة اللي بتحتوي على الآي آر واليو في والأزرق والأحمر، فأنا بدي أعرف نبتتي شو بالضبط بتحتاج، لأنه مش كل النبات بحتاج لنفس شدة الإضاءة. مثلا الجاردينيا بتختلف عن العصاريات، العصاريات والصبريات بتختلف عن النبات العشبي، كمان مثلا عندنا دراسينا بتحتاج شدة إضاءة أقل من الطماطم مثلا، الخضار الشغلات المثمرة هاي بتحتاج إضاءة أكثر من غيرها. رقم 2 اللي هي الهيد لايت، وهي الهاي انتنسيتي ديسشارج، تنتج ضوء أكثر كثافة وأكثر سطوع، ممكن أشغلها على 400 واط، 600 و1000، توصل لمساحة أكبر وبتنفع أكثر إشي للخضار والزهور. فممكن انا اجيبها بالاضاءتين الزرقاء والحمراء. هلا هي في منها بس الازرق وفي منها بس الاحمر، وانا حكيت قبل شوي انه انا محتاجه التنتين الزرقاء والحمراء، فممكن اشتريهم التنتين بس هم تكلفتهم اكثر من الليد.
نجي لرقم 3 وهي اللايت ايميتنج سيراميك، من الاضاءات اللي بتعطي حراره مع الضوء. هلا هي بيحكوا لها سي دي ام او سي ام اتش، بتعطي اشعه اليو في بي. فانا بدي اكون حريصه او بدي ارجع للنوع اللي انا بدي ازرعه، هل هو اصلا محتاج هاي الاضاءه، هل محتاج الحراره مع الاضاءه، شو محتاج هو بالضبط، فبزوده باللي هو محتاجه. كمان ما بدي انسى انه اضاءه الليك بحجبها الزجاج. اضاءه الفلوريسنت او اللمبات اللي بنشغلها ببيوتنا بالعاده، لكن هي مش يعني ما بتكفي، لانه هي بتحتوي شوي على الازرق شوي على الاخضر شوي مع يعني مع شويه احمر، لكن ما بتكفي لنباتاتي. فانا بدي الضوء اللي فيه الفول سبيكترم. هلا في منها النوع الكومباكت، هذا بحتاجه منها، لكن برضه بحتاج للانواع الثانيه اللي انا ذكرتها قبل. فمشان هيك يعني ممكن حتى اذا انا بدي اشغل الضوء اللي عندي بالمنزل اشغله ممكن 10 ساعات 12 ساعه، هذا اذا انا ما بدخل لي كمان شمس ابدا من الشباك. فاذا انا بدي استخدم الاضاءه زي الفلوريسنت بطلنا نعرف نسولف، إذا بدنا نشغل الفلوريسنت بدي أخليه فترة طويلة عشان النبتة تقدر تأخذ حاجتها. اللمبات الثانية حسب اللمبة اللي عندي حسب النبتة اللي عندي. والخلاصة إن كونكلوجن اللي بدي أوصلكم إياه إنه النبات بيحتاج للفول سبيكترم، بيحتاج الأشعة كلها الأطياف جميعها لكن بنسب مختلفة. فبدي لما أشتري أسأل صاحب المحل شو الأشعة مثلا اللي بيحتويها هاد الضوء، شو او بكون مثلا مكتوب عليها، وحسب كمان النوع اللي عندي نوع النبات. يا رب اكون فدتكم بهذا الفيديو، بتمنى انه يكون عجبكم، وشكرا كثير لانه حضرتوني للاخر، وبتمنى تتابعوني كمان على الانستغرام والفيسبوك وعلى التيك توك وتشوفوا شو بنزل. واي سؤال ابعتولي على الانستغرام. الى اللقاء.